حذري ثم حذري لكل المغاربة وكل أمهات والأباء، فردوا البال لولادكم بزاف بزاف، لأن الوقت دابا راه صعيبة، كاين اختطاف، كاين اعتداء، كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيتعرضوا لهم الأبناء للأسف. فردوا البال بزاف بزاف لوليداتكم، وكونوا دائما معهم ودائما بجنبهم، ديروهم أصدقاء ديالكم باش يبقوا دائما يعودوا لكم عفوا أي حاجة كتخصهم. فما عمرك تزير على ولدك ولا على بنتك، بالعكس كون صديق لهم. فحذاري ثم حذاري وردوا البال لولادكم بزاف بزاف. فللأسف صديقة ديال الممثلة المغربية فرح الفاسي، للصديقة ديالها تخطفات لها البنت ديالها من المدرسة وما رجعش للدار نهائيا. فلهذا دارت الممثلة المغربية واحد الستوري عبر الانستغرام اللي هو نداء درت المتابعين ديالها، لطلباتهم فيه من خلاله بالبحث على ابنة الصديقة ديالها اللي اختفت ولم تعود للبيت ديالها، الامر اللي اثار الضعف صفوف افراد العائلة ديالها وكذلك حتى ناس المنطقة، لان هاد الشيء راه كيخلع بزاف بزاف. فالله يحفظنا ويحفظ لنا وليداتنا وكاع اللي عزيز علينا يا ربي. فاللي عنده وليدات الله يحفظهم ليه ويرد ليهم البال بزاف بزاف. فكشفت الفاسي انه بعد تواصل مع المدرسة اللي كتدرس بها الفتاة، تم اخبار العائلة بانها ما حضراش نهائيا الحصص ديال المبرمجة على الساعة 8 صباحا، يعني من 8 الصباح ما دخلتش المدرسة نهائيا، وفاش وصلت العشية ما جاتش للدار نهائيا. هادشي اللي خلاو العائلة ديالها عفوا تقلق بزاف بزاف ويسولوا عليها، ولكن للاسف ما كاين حتى شي اخبار. فشاركت الفاسي صوره للطفله عبر ستوري بالحساب ديالها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، رفقتها بتعليق جاء فيه: هذه بنت صديقتي خرجت في الصباح للمدرسه مازال ما رجعتش للدار بمدينه مراكش. فتبعت فرح الفاسي التعليق ديالها قائله: سولنا المدرسه قالوا ما دخلتش من 8، والبنت ما عمرها ما كتفرق ماماها، بالعكس دائما كتكون في جنبها، اللي عنده شي معلومه او لا يقدر يشوفها يبارطاجيها يتصل بهذا الرقم اللي هو 0622 42 46 26 0622 42 46 26.